انطلاق مبادرة يوم بلا مركبات في يوم استثنائي يشارك فيه كافة المجتمع وكبار المسؤولين. طبعا تحتفل بلدية دبي بالتعاون مع كثير من المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد المجتمع بأن يكون هذا يوم دوام بلا مركبات. الهدف من الرئيسي هو تقليل استخدام السيارة في المدينة، تقليل انبعاثات الغازية المؤثرة على البيئة، محاولة نقل الجمهور استخدام النقل الجماعي. لله الحمد دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي المواصفات العالية للنقل الجماعي تتيح الفرصة بأن يكون من انتقال من موقع إلى آخر، لذلك هناك فرص كثيرة بأن يكون هذا جزء من تحفيز أفراد المجتمع باستخدام النقل الجماعي. اليوم نحن في هذا اليوم الاستثنائي الجميل الرائع، جو جميل، أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط. أنا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للقائمين على بلدية دبي والمدير العام الأخ المهندس حسين لوتاع على هذه المبادرة الطيبة، يوم بلا مركبات. كذلك أشكر هيئة الطرق والمواصلات على اهتمامه بوسائل النقل الجماعي المتوفرة اليوم في مدينة دبي لسهولة الانتقال وسهولة الوصول إلى مقر الانتقال. أعتقد واجبا علينا نحن كمواطنين ومقيمين على أرض دولة الإمارات أن نستخدم وسائل النقل الجماعي، لأنها بالفعل حقيقة توفر الوقت والجهد والمال. أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي العهد على اهتمامهم بوسائل النقل الجماعي لما وصلت إليه من تقدم وحضارية، وحث الجميع على استخدامها. أشكر بلدية دبي على هذه المبادرة، مبادرة يوم بلا مركبات، وأنا اليوم شاركت المبادرة عن طريق السيارة الهجينة. اليوم شاركنا في مبادرة يوم بلا مركبات واستخدمنا المترو مدرسة الثاني من ديسمبر.